بعض الاعتراضات على من قبل إدارة الرجاء المغربي على إقامة البطولة في التوقيت ده، وفي النهاية تم الإعلان عن مشاركة الرجاء. تكلمني عن الأسباب وعن انتفائها برضو، نطمن إنه لعل المنع كان خير يعني في المغرب بالنسبة لأشقائنا في الرجاء. هم الأسباب ما كانوش الأشياء يعني كما يشاع إنه مسائل مادية أو مسائل يعني على اللاعبين او اشياء، هي كانت فقط مطالبه بالتاجيل من اجل جلب بعض اللاعبين المتفق عليهم مع الرجاء ومع بعض اللاعبين من اجل ضمهم للائحه الرجاء اللي راح تسافر لقطر من اجل خوض نهائي السوبر ضد الفريق الاهلي. هذه هي الاسباب، ولكن حاليا تم تقييد 3 لاعبين لقائمه فريق الرجاء الرياضي، وهم حميد احداد نجم فريق الزمالك المصري اللي هو حاليا رافق قائد فريق الرجاء، ايضا جمال حركات مدافع مولوديه وجده السابق وهو حاليا من ابرز المدافعين في فريق الرجاء الرياضي، وايضا ضم الى اللائحه المهاجم مصطفى كوياب. هل هيعاني الفريق من غيابات لاي سبب من الاسباب في مواجهه الاهلي ان شاء الله يوم الاربعاء؟ هما ما فيش يعني غيابات كثيره، فقط في غياب مهاجم حسين الرحيمي بسبب الاصابه، وايضا الموهبه الشاب عبد الله فرح الذي اصيب في ماتش في لقاء اعدادي ضد فريق الدفاع الحسن الجديدي. ممكن استاذ صالح تقول لنا يعني اخبار البطوله المحليه عندكم ايه؟ اخر لقاءات الرجاء بالنسبه للبطوله بطوله الدوري المغربي؟ تكلمنا كمان على موقفه في الترتيب. انا عارف انه في غيابات ممكن تكون مؤثره كانت حاضره مع الرجاء، زي مثلا سفيان رحيمي، زي بين مالونجو، الاثنين الحقيقه كانوا قوه ضربه بالنسبه لنادي الرجاء، والاثنين احترفوا في الخليج. فاعرف منك يعني بشكل عام كده مستوى الرجاء الموسم ده. حاليا بعد رحيل سفيان رحيمي للنادي العين الاماراتي، وايضا رحيم بين مالونجو للدوري الاماراتي، فريق الرجاء صحيح انه عانى من نقص في هذه المراكز، خصوصا انه لم يتم تعويضهم بنفس المستوى ديال سفيان الرحيمي او بين مالونجو، لكن جميعا نعرف ان فريق الرجاء الرياضي عنده مدرسه وعنده فريق، عنده مدرسه كبيره في المغرب على تبرز نجوم وتبرز يعني لاعبين قادرين على الدفاع القميص فريق الرجاء الرياضي. ايضا في الترتيب الرجاء فهو يحتل المركز الثاني بعد فوزه يوم امس على فريق حسنيه اكادير بهدف في الدقائق الاخيره عن طريق ايضا موهبه جديده قادمه في الرجاء الرياضي اللي هو بن جديده. اليوم انهزم فريق الوداد الرياضي بهدفين لواحد مع الدفاع الحسني الجديدي، اي يعني تقلص الفارق ما بين المتصدر الوداد والمطارد الرئيسي فريق الرجاء الى 5 نقاط، اذا الرجاء سافر اليوم الى مدينه الدوحه الى بلد قطر، وهو منتعش ب3 نقاط، منتعش بفوز غيخليه على انه يدخل لقاء السوبر هو وبحماس. انا عارف انك انت عندك يعني قصص وحكايات من كواليس التحضير للقاء هتخصنا بيها في السادسه. والله انا معي حاليا معي في الطياره نجم من اكبر نجوم فريق الرجاء الرياضي، هو القناص، هو الماير، وهو المخضرم حمزه برزوق مهاجم فريق الرجاء السابق، وهو الان يرسل لكم بالتحيه لجميع طاقم نادي الاهلي وجميع الشعب المصري، وهو معكم هيكون معكم يعني مفاجاه خصوصا الاستاذ احمد سمير والبرنامج السادسه. طب ممكن تقول لي مره ثانيه مين اللي معاك يا كابتن استاذ طارق عشان الاسم ما كانش واضح؟ نعم، مين اللي معاك في الطياره يا كابتن استاذ طارق؟ معي القناص، معي قناص فريق الرجاء الرياضي المهاجم السابق الدولي حمزه برزوق. والجميع يعرف حمزه برزوق والالقاب اللي اخذها سواء مع المغرب طبعا أو طبعا فريق طبعا الرجاء الرياضي. طبعا كابتن حمزه، فانا لما اتكلم معي معد البرنامج قلت له انه مخصص البرنامج السادسه مفاجاه انه راح يكون معهم ايضا حمزه برزوق من اجل اعطاء الراي دياله للبرنامج حصريا. طبعا طبعا كابتن حمزه بنرحب بيك. هو معك. السلام عليكم. عليكم السلام كابتن حمزه، مساء الخير، شرفتنا على شاشه النادي الاهلي، تحياتنا ليك. شرف لي وتحيه لجميع جماهير الاهلي، خصوصا تحيه لجميع الشعب المصري عامه. اهلا وسهلا. طيب، اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقه يمكن تاريخ طويل جدا من المواجهات بيجمع بين الاهلي والانديه المغربيه بشكل عام والرجاء البيضاوي طبعا بشكل خاص، والحقيقه ورغم شده التنافس وقوته الا دايما انه اللقاءات دي بتتم في جو من الود والمحبه. الحقيقه نتمنى انه يسود في كل المواجهات العربيه.
يهمني اسمع رايك في المواجهه المنتظره ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي. وصراحة هي منافسة صعيبة، خصوصا أن الأهلي هو بطل إفريقيا مرتين على التوالي، وعرفنا جيل بيتسو موسيماني يعني عنده فرقة جيدة جيدة جدا، حتى طريقة اللعب ديال الأهلي شوية قريبة لو ستيل ديال الرجاء، ستايل ديال الرجاء. غادي نشوفوا ماتش، غادي نشوفوا كرة جميلة إن شاء الله، وكنتمنى نشوفوا الروح الرياضية اللي ديما كتكون كما قلتي في المقابلات اللي كتجمع الفريق النادي الاهلي بالفرق المغربيه ولا الكره المصريه عامه. كنتمنى ان شاء الله على ان الفريق ديالنا، ما نقولش انا هي الاهلي، باغي نقول على الرجاء، كنتمنى الرجاء ان شاء الله تمثل المغرب احسن تمثيل ان شاء الله، واللي غيكون محضر مزيان المقابله ومركز بما فيه الكفايه ودارس الفريق الخصم هو اللي غادي يربح. طب خليني اخذك يمكن اخر لقاءات اهلاويه مغربيه كانت الاهلي والوداد المغربي في النسخه قبل الاخيره من دوري الابطال، والاهلي استطاع انه يوصل فيه للنهائي على حساب الوداد. الزمالك فاز على الرجاء، فاز علينا بالضبط. بس الفتره دي الفرق المغربيه ما كانش بتمر بمراحل جيده، خصوصا مع الكوفيد، وانتم عارفين كان فترات توقيف، لاعبين كانوا خارجين من المنافسه، الظروف مختلفة. كنتمنى ان شاء الله على ان الماتش يكون يدوز في جو رياضي ونشوفوا كرة حلوة ان شاء الله باذن الله. كابتن حمزة ابو مرزوق طبعا نجم، تحياتي ليك وتحية للشعب المصري ولاشقائنا في المغرب. كل الشكر لحضرتك وكل الشكر للاستاذ طارق النفاتي طبعا الاعلامي بمذاعة ام اف ام المغربية، شكرا ليكم على المداخلة. اروح لكابتن ماهر، معلش بعتذر الدخله كانت طويله شويه، فرصه جميله يعني، بس طبعا فرصه جميله ان احنا نعرف بدايه ازاي بتشوف المباراه، وهل تعتقد انه